مساء الخير، مرحبا بكم من جديد في ناس نسمع تولك شو المغرب الكبير مباشرة من تونس في الجزء الثاني. بعد لحظات الموعد باش يكون مع لي غينيول دو مغرب. مقبل باش نستقبلوا ضيوفنا. بالنسبة لليلة، فنان منتج ومخرج مهدي أمين، والفنان التونسي حسين عامر، مرحبا بهم. مرحبا بكم مهدي أمين حسين عامر. مهدي أمين وحسين بحثنا في بروجي يضم أكثر من زوز فنانين تونسا وشخصية تونسية معروفة. كيفاش نجمو نقدموها ساعة مهدي أمين البروجي هذا؟ مرحبا بك حمزة، ومرحبا بكل السادة المشاهدين تابعوا فينا على قناة نسمة، ومرحبا بالأخوات، ومرحبا بالببليك ساعة قبل كل شيء. كما تفضلت قلت، هو مشروع لأول مرة، مع احترامي لكل الأخيان اللي حاولوا قبل، باش أنه نعملوا في تاريخ تونس أغنية في الإنشاد الديني منذ ما لا يقل على 50 سنة. لم نقدم عمل توجدت فيه عديد من الأصوات التونسية بمختلف أنماطها الموسيقية في الغناء. فالفكرة جاتني بالتنسيق مع كل الأخيان اللي شاركوا، وخصوصا الاخ والصديق فوزي بن قمره اللي ننتجوا اغلبيه الاعمال مع بعضنا. نفس الشيء الاخ والصديق رياض ثابت اللي نحييه بالمناسبه وامن بالمشروع، وانطلقنا في تحضيره منذ ما يقل على 10 ايام. ممتاز، وهذا يعطى النتيجه اللي هي هو رسول الله هكا ولا لا؟ بالضبط، هو رسول الله من كلمات عماد الورغي الشاعر، وهي خاطرة ولحن جاء في بالي لأول مرة زاد نلحن، وتوزيع موسيقي للفنان مهدي المولي. ممتاز، بعد باش نشوفوا الناس اللي مشاركين معاك ومنهم حسين عامر. حسين عامر اللي باش نسمعوه في أغنية من أحدث ألبوم لي معنى الوفاء كيف كيف، وباش نشوفوا تجربته معاكم في هو رسول الله، وباش نشوفوا كيفاش مهدي أمين من فنان المنتج عرفناه، وهو باش نكتشفوه مخرج في هو رسول الله، بما أننا باش نشوفوا الكوليس نتاع تصوير الغناية نتاعكم. هذا الكل بعد ما نمشيو نشوفوا الحلقة نتاع الليلة من لي غينيول دو مغرب. الاثنين 22 اكتوبر 2012، مرحبا بكم في نشرة لي غينيول دو مغرب. كما تعرفوا الناس كل، غدوة هو يوم 23 اكتوبر، ويقولوا انه غدوة تنتهي شرعية الحكومة والمجلس التأسيسي، ولازمهم يغادروا الحكم ويحاولوا ما يرجعوش. السياسيين متاعنا كي سمعوا بالحكاية هذه حسوا انهم في خطر، ولازمهم يلقاو حل في مستقبلهم. اوف، عندي ساعة نجبد وشيشة ماهيش ماشية. شنو هالتغلوين؟ هذا ما هو جبادي. بربي زيد مروح يا مصطفى، ثماشي ما تولع. هاني المروح، احنا بطبيعتنا غدوة باش نسبحوا نمرحوا الناس الكل، وزيد اون بلوس باش تسبح والع بطبيعتها. سي كوا سيت شانسون؟ تو هذي غنية حطيناها ليه؟ اللي تعدى وفات زعما يرجع، لازم يمروها لنا القاعدة. يرجع يا سي حمادي، علاش ما يرجعش؟ مانيتش الباجي خرج ورجع. ظهر لي يا جماعة المرة هذي وقفة الشرعية للهارب. أنا قلبي ما قايل لي خير، لازمنا نلقاو حل لمستقبلنا، وكل واحد لازم يشوف حل لروحه. يعجبكشي الواحد بعد عزه ودلاله يسبح بطالة؟ والله أنا كنت ديما نسب في الإعلام ونقولوا إنه إعلام العار، لكن المرة هذه ما ينجم يسلك هنا كان هو. كيفاش ماشي يسلك هنا يا سي حمادي؟ أوكي، تنجم تجبد لجورنال يا مصطفى وابدأ قرارنا عروض الشغل، ثماشي ما نلقاو حاجة تساعدنا. نقطة نظام يعيشكم، باش نبدا نقرا لكم في العروض. عرض عدد 7645، مطلوب تيلي اوبيراتور يتقن اللغة الفرنسية، يحبذا يكون من خريجي بورقيبة سكول، وذلك للعمل في سنتر دابيل، يعني في مركز نداء. خلاص، هذاك اش مازال باش نخدم انا مع النداء؟ صحيح انا طيارة في الفرنسية، اما مانيش من خريجي بورقيبة سكول، انا خريج غنوشي سكول. عرض عدد 3100،
معهد حر كائن بمنطقة حمام الزريبة ينوي انتداب أساتذة الجغرافيا لسنوات البكالوريا على المترشح أن يكون مصحوب بالشهادة العلمية وأربع صور شمسية وبطاقة عدد ثلاثة. لا 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 لا, لا. هذه تزوخ سفرية دوخ الطنباك فيه برشا جراك يا أخي. ما تقوليش يا مصطفى شنو نوع المعسل اللي حطوه؟ هذاك معسل الشيخ يا سي حمادي, على هذاك يدوخ. لا 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 يا سي حمادي, انا نحكي على الافر تزوخ وما تساعد. كان سي رفيق عبد السلام هو تسيارة برشا في الجغرافيا, اما حسب علمي بروغرام الباك السنة فيه برشا السواحل والعواصم, يعني ما تساعدوش الافر هذه. لحظة لحظة لحظة, يظهر لي سلكناها يا جماعة. لقيت العرض اللي حشتنا به, تعتزم شركة انتداب تونسيين في جميع الاختصاصات للعمل في احدى الدول العربية بأجور خيالية مع توفير جميع الحاجيات. الأماكن محدودة ومكان العمل قطر. أوه كان بونار, هذه أوفر بالحق مجوركا. الحمد لله يا ربي, توا الواحد ضمن مستقبله. أما تعرف يا سميرة, الأمير طلع رجال وما لوحناش. إن شاء الله بركة ما تصلعش الحكاية هذه يا إشاع. على كل حال نمشيو للمغرب وين عرفت المناظرة الوطنية حول السينما حضور 11 وزير يمثلوا حكومة عبد الإله بن كيران, اللي باش نسألوه على هالمشاركة هذه المكثفة. سي بن كيران, عرفت المناظرة الوطنية حول السينما مشاركة 11 وزير من حكومتكم, مش برشا؟ شوف الله يرضى عليك, سي مصطفى الخلفي وزير الاتصال ديال الحكومة ديالي إنسان ديال التواصل, كيبغي له ناسا وما كيبغيش يبقى بوحده مع نور الدين الصايل مدير المركز السينمائي المغربي, ولهذا السي مصطفى الخلفي كيعيط لصحابه. احنا نعرفوا اللي السينما مشروع مهم بالمغرب, اما ما تشوفوش اللي الوزراء هذوما عندهم اولويات اخرى؟ لا سيدي, السينما حتى هي اولويه بالنسبه للحكومه ديالي, فهمتيني ولا لا؟ نحن في حزب العداله والتنميه لنا برنامج سينمائي نريد تطبيقه. تفطر التحملات غادي ينص على انه جميع الافلام المغربيه تكون فيها النهايه سعيده, وانا شخصيا اتخذت قرار باش بطل القصة ما يموتش في آخر الفيلم. لكن سامحني سي بن كيران, شنية علاقة وزير التعليم العالي بالسينما؟ أولا دعني أخبرك أن السي الحسن الدودي عنده الطولة والتجريدة ديال كلينت إيستود ملي مازال كان شاب, إضافة إلى أنه السي الدودي الله يكون في عونه كيبحث على آفاق جديدة وفرص عمل للطلبة والمجازين بالمغرب. باهي, لكن وزير الشبيبة والرياضة السيد محمد وزين شنية علاقته بالسينما؟ هذاك ملي ربحنا الموزمبيق وهو فرحان فين ما عرضتي عليه كيمشي. وعلى العموم ما تنساش الله يرضي عليك ان المعيار الاساسي في اختيار وزراء الحكومه ديالي هو انهم فوتوجينيك. يعطيك الصحه سيد بن كيران, لكن شنو هي التوصيات اللي خرجت بها المناظره هذه؟ نحن بصدد انجاز كتاب ابيض يمكن من اقلاع السينما بالمغرب باش تكون احسن من ديال الامريكان, والله أوباما باباه ما عنده السينما بحال ديالنا. إيه وعلاش كتاب أبيض؟ لأن الكتاب الأبيض ينفعك في اليوم الأسود. هات نمشيو للجزائر وين تتواصل في بلاد القبائل اختطافات رجال الأعمال والمطالبة بفدية من بعد. معانا مباشرة رئيس العصابة. أهلا بيك سي المافيا, أشكون عندك محتجز؟ إني أحتجز رجلا سياسيا عظيما في الجزائر, وهو ذو صوت رخيم وقوي يزعر مثل الأسد. ما تقوليش شديد سي لويزا حنون. لا يا أخي, قلت رجلا وهو إسلامي, بالإضافة إلى ذلك فهو وسيم وأنيق الهندام وسريع البديهة وسلس اللسان. تشنية المصيبة يا أخي شديد سي جبلة. من قال لك جبلة وسيم؟ ولكن لا يهم, كما يقول الفرزدقي لجو إلي كولير نسدي سكوتبا. وهذا الرجل مهمش لأن أفكاره عظيمة وهو داهية وعبقري وفيلسوف. تشنوة ما تقوليش زاد شادة ابن سينا. ما هذا يا أخي, أتسخر مني؟ والله سوف أحرم الجزائر من خيرة رجالها. لا 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 يا سي المافيا, أما قولي شكون شادة يا أخوي. إني أحتجز الأخ المناضل الصنديد المهامر الشيخ أبو شر السلطاني. صار هذه هي الحكاية. هاو عندنا مباشرة تصريح من لفلان بلسان سي بالخادم. أيها الشعب الجزائري, إننا في الأفلان مستاؤون ونندد بهذا الاختطاف, ولكن نحن لا نتفاوض مع المختطفين, ولكن يمكننا دفع المبلغ المطلوب وبإمكانكم الاحتفاظ ببوجرة.
ولكن نطالب بشدة باسترجاع الهامر لأنه ملك الشعب الجزائري العظيم. إذن الهامر أحسن مني؟ أها سرنتي سي بوجر اللي اختفت روحك. نعم، وهذا عار على الجزائر أن تفرط في رجالها. والله سوف أبقى في المعارضة أحارب الأشرار مثل جرانديزر، وأنقذ البلاد والعباد في الليالي مثل الأخ باتمان. شكرا ليك سي أبو باتمان السلطاني. هكا نكون وصلنا نهاية حلقتنا، نرجع معك حمزة في ناس نسمة. أنا مبقى لي كان باش نقول لكم أتشاو وتصبح على خير. شكرا ليك سنبر عثمان وللي جينيول كل ليكيب لي جينيول متاع نسمة. تلقاوهم كل يوم 8:30 سون ترانزيسيون. ماشي نسمعوا ضيفنا الليلة حسين عامر في حملتك ثقلا. حملتك ثقلا، عانتك عمرا، عسرا ويسرا، فرد دينك. حملتك ثقلا، عانتك عمرا، عسرا ويسرا، فرد دينك. أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك. أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك. أهداك عمرا وخير صابر، فلبي أمرا واحفظ هدينا. أهداك عمرا وخير صبر، فلبي أمرا واحفظ هدينا. أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك. فأين أنت في الكبر حين قسى حكم القدر؟ فأين أنت في الكبر حين قسى حكم القدر؟ وهو المصير لنا جميعا ما دام نصيبا في العمر. فصنها أمك وارضي أباك واحفظه سعيا من الهلاك. تفضل حسين.
حسين عامر حملتك ثقلا أغنية من ألبومه الأخر معنى الوفاء في فني. يعني سي ديفينيتيف حسين الإنشاد الديني والأغاني الروحية سي لا ديسيزيون ماكش بترجع فيها معناها ماكش باش تغني في نمط آخر. لا هو النمط الصوفي بصفة عامة يعني والصوفي هو يمكن في نسبة مئوية كبيرة معتمد وإلا معروف كونه يعتمد على الابتهالات يعتمد على مدح الرسول صلى الله عليه وسلم التجلي بالمولى سبحانه وتعالى. لكن الصوفية في حد ذاتها هي شعور هي إحساس نجم نتوسعه أكيد ثم يعني الإنسان كما الأغنية اللي كنا نسمعه فيها نحب نهديها لكل أم لكل أب ونهديها الأم من الحنونة تونس العزيزة. حملتك ثقلا عانتك عمرا عسرا ويسرا فرد دينك. عنا دين تجاه البلاد هذه عنا دين تجاه أمهاتنا وأبائنا لابد باش نردوها لابد باش نحافظوا عليها لابد باش نحافظوا على بلادنا العزيزة. كما قلت لك الصوفية هو إحساس هو رقي في الإحساس تنجم كي تتغنى بالأم تتغنى بالوطن تتغنى بالأم تتغنى بعديد القضايا كي موجودة في الألبوم. تغنيت باليتيم تغنيت بقصص عاشها الرسول صلى الله عليه وسلم تغنيت ب يعني عديد تنجم تقول الأشياء اللي هي موجودة في الواقع الإنساني في واقع الكون وإن شاء الله نكون متوفقين يا ربي إن شاء الله. في ألبومك الأخراني إذن معنى الوفاء حسين عامر وزاد أنجاجي في حاجة أخرى مع مهدي أمين وهي هو رسول الله. ولهنا نرجع مهدي أمين للغران بروجي اللي باش نبدأ نشوفوه عن قريب حتى في عدد من القنوات العربية تدخلنا من بعد شكون ساعة قبل ما ناخذوا بأكثر تفاصيل ونشوفوا ديز اكستريم اللي كوليس متاع الغناية كيفاش مهدي أمين لقيناه مخرج بعد ما عرفناه مغني بعد ما عرفناه منتج متاع حفلات بن قمرة اليوم مهدي أمين مخرج كيفاه؟ والله هي التجربة متاع الإخراج هو بحكم انتقالي إلى الإمارات وإقامتي هناك بمدرسة نيويورك أكاديمي فيلم بأبو ظبي عملت معناتها دراسة في الميدان الإخراجي لمدة سنة ونص يعني الاختصاص سينما والمنعات التلفزيونية. أيوة. هذا هو اللي جعلني باش انه نفكر في اول لقاء مع الاخوان الفنانين واصدقائي اللي هما بالنهاية زملائي يعني انه جاتني الفكرة باش نعمل الفكرة متاع والتصور للاغنية نفس الشيء اخراج العمل بمعناتها ان شاء الله العباد باش تكتشف مهدي امين من خلال الكليب هذا اللي باش يصدر ان شاء الله يوم الخميس. هو رسول الله هذا هو اسم الكليب يخرج نهار الخميس وفيه سبعه مغنيين هذا هو بالضبط. شكون هم بالضبط لو كان ذكرنا في البدايه نحب نحيي اول فنان اللي معناتها اتصلنا به بعد صديقنا طبعا اللي هو شخصيا بالنسبه لي شريكي في المشروع فوزي بن قمره لكن هو الثاني شخص اتصلت به هو كان حسين ثم لطفي بوشناق ومحمد الجبالي بلطي وسليم بكوش معناتها هذوما الاصوات اللي كانوا موجودين الى جانب نحب نحيي حمزه من خلالك ومن خلال قناه نسمه كذلك الناس اللي لبينا لهم الدعوه من الاعلاميين منهم عصام الشوالي الغني على التعريف على قناه الجزيره الرياضيه المتالق دائما معناتها المعلق الرياضي كذلك الكوتش والممرن نبيل معلول اللي احنا بين ظفرين نحب نعمل ديديكاس كبير لانه انا وفوزي جاتنا الفكره من اخر لقاء تفرجنا فيه عبر شاشه التلفزه في الملعب كان عنده مباراه بس فيها قميص هو ومجموعه الترجي الرياضي التونسي اللي ربي يوفقهم معناتها في الفاينل حطوا فيه نفديك يا رسول الله وكانت الفكره من هنا من المكان هذاك معناتها بدينا بشويه الى جانب الرياضي لفريق القومي لكره اليد ومعناتها نحيي زاده بالمناسبه كمال العلويني. ممتاز واحنا باش نشوفوا ليكوليس نتاع هو رسول الله تفضل.
رسول الله إذا كليب يخرج نهار الخميس، هذا رد التوانسة مهدي أمين على فيلم براءة المسلمين؟ رد التوانسة وبالتحديد رد الفنانين. أيوة. وهو رد سلمي حمزة. أيوة. أنا خلال الفترة كنت نحكي مع الأخت زين حتى في الكواليس، فما حاجة اللي اكتشفتها منذ حتى نسافر لدبي ونجي، نحس ديما السؤال كنت قابل مع الزملاء واخواتي، ديما نتقابل الفنانين يقولوا فينهم الفنانين، وينهم الفنانين متحركوش، بين الفنانين ما عملوا حتى شيء، ما فماش حاجة معناتها حبة كما يقولوا بوشينج، يعني نمشيوا لقدام عليه شنو اللي صاير. فأنا حسيت كانت ما فماش فماش حاجتين، فماش الجرأة والمبادرة موجودة، لكن الجرأة والتسريع في العملية. فأنا بصراحة نقول خذيتهم لتران ومارش، معناتها كل واحد ليه في حاجة، حسيني حاضر في ألبوم، فوزي حاضر في حاجة، لطفي محمد نفس الشيء، قلت لهم شوف توا سي لو مومون أو جامي، على خاطر أنا زاد حبيتها حاجة، معناتها حاجتين في حاجة مع بعضها. حبيتها نصرة للرسول سلمية، ثانيا هو الاحتفال كذلك ب العيد الأضحى المبارك بإذن الله، لأنه من العيب أنا نتخيل حسب ممارستي وحسب معناتها ما قاعد نشوف في دول الخليج أو في دول بعض الدول الأوروبية، الناس كل عملت مسرحيات أوبيرات، كل واحد عمل حاجة، عمل أكشن، يعني قعدنا إحنا نقصتنا حاجة، ومن العيب من بلد الثورة الأولى إنه إحنا ما تصيرش حاجة اللي هي باش تكون ريبريزونتاتيف لتونس وللمغرب الكبير والمغرب العربي بالتحديد، لأنه إحنا تكمله لبعضنا ان شاء الله. حسين ومهدي شفنا لي كوليس ديال الاغنيه ولكن ما سمعناهاش، دونك انا تشوقت انني بغيت نسمع ولو ان اكستريم نا كابيلا. الخلق إلينا هو رسول الله، هو أعز الناس علينا، هو رسول الله، هو رسول الله، كيف لأحد أن نؤذيه، هو رسول الله، فلنا أن نعذر فيه، هو رسول الله، كيف لأحد أن يؤذيه، هو رسول الله، كيف لنا أن نعذر فيه، حبيبي رسول الله، صلوا على رسول الله، شفيعي رسول الله، اللهم صل وسلم. هو رسول الله اون اكسكلوزيفيتي في ناس نسمع الكليب، وين باش نشوفوه باذن الله؟ الكليب ماهوش باش يكون حصري على اي قناه. ايوا باش ينطلق يوم الخميس باذن الله في القنوات التونسيه الكل، ثم ينتقل بمناسبه العيد باذن الله الى قناه الام بي سي، دبي تي في، ان شاء الله قطر، التلفزيون القطر، نفس الشيء بالنسبه للفضائيات روتانا الخليجيه. الى جانب ذلك حبيت نعمل حاجه حمزه في نفس الرد السلمي، انه قاعد ترجمت الفيديو كليب هذايا باش نعمله يعني مترجم لاربع لغات، اللغة الروسية لأنه فما تلفزيون الروسي إن شاء الله باش يكون موجود في لبث الكليب، نفس الشيء باللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية واللغة التركية، هكاك نكونوا بإذن الله عملنا حاجة خارجة من تونس. هكاك يوصل ميساج لكل شيء إن شاء الله. كبيرة جوستومون، مازلنا حديثنا مازال متواصل معكم مهدي أمين وحسين عامر، ولكن من الأغنية الروحية والأغنية الدينية ماشيين للمالوف وتحديدا للجزائر، فعاليات الدورة السادسة لمهرجان المالوف في قسنطينة، في تقرير فيروز بوفريش، تفضل. احتضنت مدينة العلم والعلماء قسنطينة مدينة الجسور المعلقة الطبعة السادسة للمهرجان الثقافي الدولي للمالوف من نهار 20 أكتوبر إلى غاية 25 من نفس الشهر، واللي أقيم بالمسرح الجهوي لقسنطينة. طالب رسمياً
باسمي الخاص وتقديرا لمعالي وزير الثقافة ولكل الفنانين والمبدعين الذين من فكوا يحافظون على هذا الإرث الحضاري عن الافتتاح الرسمي للمهرجان الثقافي الدولي للمالوف في طبعته السادسة. طبعة السادسة هذه يعني كانت غير، كان شباب اللي طلعوا في الخشبة، يعني ما شاء الله، يعني من الجيل الصاعد، يعني هادهم درك ليهم، هم اللي يكملوا المشوار. نعم، هذا ليهم هم مسؤوليه ترجع لي، لانه احنا احتفظنا به. واليوم انا ضحيت سعد وعنايالي ضايفه. شخصيات فنيه حضرت حفل الافتتاح، وعلى راسهم عميد المالوف الحاج الطاهر محمد الفرقاني. المهرجان العام هذا يصادف الذكرى 50 لاستقلال الجزائر واسترجاع السيادة، وعليها شعار العام هذا الجزائر في القلب. ما نساوش الجزائر في القلب، ما نساوش الشهداء والناس اللي يعني ضحاوا على الوطن هذا باش حنا دوك رانا نتمتعوا. المهرجان متواصل إلى غاية نهار الخميس 25 أكتوبر، وحفل الاختتام ريحة تحية الفنانة التونسية سونيا مبارك، فكونوا في الموعد. الدورة السادسة المهرجان المالوف في قسنطينة في الجزائر، وراجعين لتونس، وراجعين للمديح، وراجعين للأغاني الدينية معك زينب. ويا حمزة، اليوم في نطخ جمع على زانفيتي ديالنا غنكملوا في مديح رسول صلى الله عليه وسلم، بما أن العيد قرب، عيدكم مبروك. وسيادنا غنسمعكم دي زيكستري ونطلب منكم تعرفون لا يا اسم أغنية يا ديال شكون هي، واخا؟ يلا سيادنا ميوزيك. عرفتوا سيدنا؟ كذا إبراهيم ولا؟ الجزائر هاد. أيه إبراهيم اسمه؟ حش إبراهيم قاسم. أنا إبراهيم قاسم. هاد المرة غنمشيو المغرب، وهاد المرة هادي جو بونس كنت اللي غتعرف. هذا صديق كبير الحقيقة، عبد الرحمن السويري. عبد الرحيم السويري بيان سور، من الاصوات المعروفه في الطرب الاندلسي في المغرب. ليكستري الثالث امبوسيبل. أمدرا لا، هذا شونتوغ دو غاي معروف، زيري كنز شاب خالد بيان سور، مي اغنيه شاب خالد في الثمانينات، سي تي ان ديو هو وانوار اللي داروا في الثمانينات، غادي نختموه من المغرب. وهاد المره مهدي، هذا ستيل ديال الموسيقى معروفه به من فاس ومكناس. اوكي، نظرك شنو لا، هذا عيسى هو معروفة بفاس ومكناس وماروك، واللي قوموا تمدحوا في الأسمانة بصوت طهور اللي اكزيست ميم اون الجيري. كان طهور عيسى هو ميم اون الجيري، ميم اون الجيري، ويمكن تسمعوا نفس الشيء. ولكن مدح ديالكم في تونس ما يا محمد يا جد الحسنين، سألتك بالإيمان اشفع فينا يا نور العين. على الدنيا يا سعد الله.
الامتحان ديالنا. بارك الله عليك. يعطيك الصحة. حسين يلا سيدي سون ترانزيسيون، قلت لي مهدي وحسين توا هذايا كالحركة نتاع الفنانين التوانسة في الرد على فيلم براءة المسلمين، فما صحفيين مثلا في تونس عملوا ضراب عندهم أيامات، راكم سمعتوا بهم. أكيد. عاملين ضراب الفنانين باش تعملوا ضراب ولا باش تعملوا باش تساندوا لا؟ احنا مسالمين يظلي من الأول. أما كان ممكن نجاوب أكثر حسين على الموضوع هذا لأنه كان في النقابة نتاع المطربين وعنده فكرة في الموضوع هذا. احنا استقبلناهم على كل حال النقابة نتاع المطربين، باش نقول لكم عليه خاطر احنا باش نجيب حذانا شكون عامل ضراب. ضراب شو ولا ضراب هذا نشوفوه عاد شنو هو، ويمكن عنده رسالة باش يوجهها لكم. مرحبا. استقبلوا كمال عبدات. يا اخ ما يتغلقوش كي يكرازي ولون بعد كمل سكات ميت صافا على سلسمو. صافي بليزير، سي لا بروميير فوا ندوز في نسما، سي ان غرون بليزير. فاصون ملي دخلت لايروبور تاع تونس انا نعرف واحد الكلمه بالتونسيه، قال لي الدواني واش راك جيت دير في تونس؟ قلت له برشا برشا. قال لي شحال تقعد؟ قلت له واحد برشا برشا. ومن بعد برشا دخلت واحد الحانوت قلت له ما عندكمش برشا 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 ابوار برشا مونجي ريان دي تو. الوغ صافي ان كرون بليزير، تعلمت بزاف كلمات من اللي راني في لا تونيزي. تعلمت كلمه باغ اكزومبل القط، عندنا القط القط، عندكم قطوس. علاش قطوس مسكين؟ علاش قط يبان قط مياو قطوس ما يقولش ميعاوي قو وعلوش اون بليس. عندكم علوش، حنا عندنا الكبش باع. عندكم العلوش سي موا سي العلوش. صافي بليزير توت فاسون، وصافي بليزير راني مع خويا بلومي تلميذ مجتهد بيان جيلي جونتيل. اخت المغربيه المعروفه هي اللي جابت افليونزا الكانيش لتونس. اتونسيون تعدي. والاخت كنزه ما نقول والو باسك الجيريان بيستون. سمحوا لي برك اليوم ما نخدمش، ما نخدمش اليوم، راني اون غريف حمزه والله ما نخدمش. 17 سيد عدى. ما نخدمش راني اون غريف، حبيت ندير لا غريف. لا غريف توت فاسون حنا نحبوا لا غريف، 50 سنه في الجيري غريف ما نديروا والو. En plus les grèves ailleurs, à la belle comme les Japonais qui font des la grève, ils font plus. Plus. Oh, tu vois, la grève. Les Français, like, on est en grève, voilà, la CGT a appelé. Ouais, la belle, ouais, lèche derrière la grève. On fait la grève pour revaloriser la finance en France. On a la grève avec. La grève. Lèche derrière la grève, la grève. Mais elle est belle, je mets la grève. La grève, la grève. En plus, l'arbia, où se met l'Evrab. Ça veut dire ma t'khdemch. En plus, il dit واحد يخدم في ضربه. Aïe, ma t'khdemch. Aïe, aïe, dégage. Ma t'khdemch, les Arabes, l'yom. Alors, rani en grève pour le premier sketch. Rani en grève. Inch'Allah, les émissions, les djaïn, me couche en grève. Merci beaucoup. Bye bye. دخول جديد في ناس نسمع. كمال عبدات من الجزائر يوميا باش تلقاوها معنا في ناس نسمة. ايوا على كل حال احنا مانيش اون غريف. ما كانش اون غريف صار التام شو نفسه، مي احنا اليوم جينا مانيش اون غريف جوستومون. حتى طرف يظل غريف بما انه كومباني كامله، مش وقته جمله، كومباني كامله مع هو رسول الله. سبعه فنانين تونسيين، عدد من الوجوه المعروفه. ما فكرتش مهدي يمين في فنانين بخلاف التوانسه؟ والله شوف هو فما ظرف الوقت مزروب ياسر، احنا حبينا قلت لك عندها 10 ايام اللي بدينا احنا نخدموا فيه الموضوع. لو كان باش تعمل لي كونتاكت وباش تتكلم مع عباد وجاتنا الفكره باش نقولكش لا، باش نقعدوا نخليه الموضوع هذايا ماهوش في خلط على العيد الكبير. واحنا كيما قلت لك راه الموضوع في حد ذاته يا حمزه تعمل خصيصا لعيد الاضحى. ايوا فيه نصره للرسول اكيد، لكن احنا حابين نتزامنوا باش نتلموا الكلنا مع بعضنا باش نتفرجوا التوانسه في ايام العيد، باش نشوفوا الكليب هذايا ممكن يكون دعوه منا لمصالحه جديده، لفتح صفحه جديده لتونس جديده بعد العيد. علاش لا؟ لانه احنا تعبنا
من برشا حاجات وجاء الوقت باش نقدموا القدام لانه بكل صراحه معناتها حاجتنا الناس كل تحب تونس فقط تونس لا غير تونس. ممتاز. وهذا الكل بتشوفوه في هو رسول الله بدايه من نهار العيد في اكثر من قناه عربيه البدايه من تونس ومن بعد كما كان يفسر مهدي امين في عدد من القنوات العربيه. بالتوفيق مهدي امين في المشروع نتاعك الجديد. حسين عامر البوم الاخر معنى الوفاء. بالتوفيق كيف كيف هذاك وفاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ويمكن هكا في يعني هو حبينا نصحوا الصوره لانه الصوره اللي تعطات في رد الفعل على ما الرسول صلى الله عليه وسلم في اعلى عليين يعني الكلام هذا والاستفزاز هذا المقصود به هو الامه العربيه وخاصه الفئه اللي الحماس نتاعها فوق الغايه. الرد ما عمره ما يكون هكا، الرد فيه تحذر وفيه يعني سماحة الدين الإسلام وسماحة الإسلام وسماحة الرسول الحبيب صلى الله عليه وسلم، هذاك علاش يلزم كل حاجة تاخذ وقتها وكل حاجة يلزمها توصل لمواصلها. وباش نفسخوا الصورة هذيك اللي خذات صورة خايبة على الرجل. كلمة أخيرة مهدي. هذا كلمة الأخيرة حمزة، حبيت نحايل الوليدات الصغيرات اللي شاركونا معنا في الكليب باش يشوفوه، وأنا حبيت من خلال الأولاد الصغار حبيت نبعث رسالة أخرى إلى استمرارية معناتها الحياة مع أولادنا وشباننا وصغارنا اللي لازمنا نعلموهم ونأدبوهم، والمسألة راهي متعلقة بالأخلاقيات لا غير الأخلاقيات، وهذا وقت معناتها ثمين برشا من بعد الثورة باش كل إنسان يعبر كما قال خويا حسين بدون عنف بدون تطرف. ممتاز. في توجه باهي معناتها لا لشيء لنصرة الرسول وإعلاء كلمة الحق لا إله إلا الله محمد رسول الله. ممتاز مهدي أمين. إذا نحن كنا شفنا رد عدد من التوانسة اللي ما عجبش واللي صار قدام السفارة الأمريكية نهار العيد، وانطلاقا من نهار العيد نشوفوا رد الفنانين التوانسة على فيلم براءة المسلمين هو رسول الله بداية من نهار العيد. شكرا لكم وبالتوفيق، يعطيكم الصحة. شكرا لكم انتم على حسن المتابعة. هكا نكون كملنا ناس نسمة بالنسبة لليلة، ملتقانا غدوة كالعادة بداية من 7 متاع العشية. نخليكم مع ناس سبور في المباشر. تصبح على خير.